بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وصلنا دلوقتي عند خطوه تظبيط السكاشن. الخطوه دي من اهم الخطوات في برنامج اللان. السكشن زي اللي عندي ده زي ما احنا شايفين 75. السكشن ده دلوقتي نصه مش موجود، يبقى الرفعه دي يا اما رفعه غير كامله او الجزء اللي انا خدته في الترين او السطح غير كامل. لازم الرفعه تكون كامله زي الشكل اللي احنا شايفينه ده. حاول اتاكد ان السكاشن كلها كامله عندي. اكس اف جي حاول اديها لون غامق شويه، وليكن اللون ده مثلا. حاول اتاكد ان السكاشن كلها مقفوله عشان المساحات لما اجي اختارها. تمام، دي رفعه كويسه. تمام، حاجه زي دي اخدها من هنا اوصلها لفوق عشان اقفل السكشن واحسب له القط او السكشن لو محتاجه. زي دي برضو حاول اقفل السكشن بتاعي، حاجه زي دي حاول اقفل السكشن تحت ومقفول من فوق. نفس الكلام حاول انقل دي بالكامل تحت. تمام، خش على اللي بعده. تمام، حاول اظبط كل السكاشن اللي عندي. تمام، سكشن زي ده 825 غير مكتمل، يبقى الرفع هنا غير مكتمل. يبقى احنا هنقف عند 850 الى سكشن 850. طيب خش دلوقتي على حساب المساحات، هقول له بي او وانتر. هيقول لي بولي لاين ولا ريجون، هقول له ريجون. اوكي، اختار المساحات اللي عندي. المساحة دي هاخدها، يبقى دي المساحة دي دلوقتي. هنعمل لير جديدة. تمام، واقول له نيو لير واقول له ان سيكشن، يعني ان سيكشن سواء حفر او رد. وهدي له لون وليكن اللون اللبني، واشيل دي احطها في الطبقة اللي هي بتاعت ان سيكشن. جميل، هعمل طبقة جديدة بقى وسميها اوت سيكشن. نيو لير اوت سيكشن. جميل، واختار لون وليكن اللون الاصفر. واقف عليها الطبقة دي اللي هي الاوت سيكشن. وادخل دي في الاوت سيكشن. تمام، في عندي في الاوت سيكشن برضو لو قلت بي او رد مخارج القطاع، ريجن برضو اختار دي، يبقى دي كده ايه معمولة بالاصفر. يبقى كده في عندي قطاعين بالاصفر اللي هما الاوت سيكشن. اخش على طبقة الان سيكشن واقول له بي او. طبعا احنا كده غيرنا الاوت سيكشن، غيرها تاني اسكيب واقول له بي او ريجن واختار المسافه دي وكليك يمين ريبيت تاني ريجن
ودي الاتنين دول اخش احطهم في الان سكشن. اصبح دلوقتي عندي اربع مساحات، المساحة الاولى دي اوت سكشن كات اوت سكشن، والمساحة دي كات ان سكشن، المساحة دي رد او في الان سكشن، المساحة دي في الاوت سكشن. تمام، لو جينا نطبق الكلام ده على الشكل اللي بعده وقلنا بي او واحنا شغالين في الاوت سكشن، يبقى دي كده، وناخد دي كمان، يبقى هو ده اللي عندي اوت سكشن، ودي ردماية في الاوت سكشن ناخدها برضه. طيب ده في الان سكشن، اجيب الان سكشن واختاره واقول له بي او ريجون، واختار الانسكشن دي وريبيت باوندري وريجون والانسكشن دي. طب نشوف الكلام ده بنطبقه ازاي في شيت الاكسل، او علاقة الكلام ده بشيت الاكسل. هنفتح شيت الاكسل بتاعي وهنقف عند الستيشن بتاعتي اللي هي الستيشن 8550 واللي بعدها 8525. خلينا في اللي بعدها عشان معقدة شوية. اول حاجة اعملها دلوقتي هقول له كالكوليتر هات لي الآلة الحاسبة. هنخش دلوقتي على الملف بتاعي واقول له ايه بقى، هقول له احسب لي من قائمة انكيوري، هقول له انكيوري انكيوري بعد ما اجيبها يظهر عندي قائمة بالشكل اللي قدامي ده، هقول له ريجون ماس بروبرتيز، اضغط عليها واضغط على المساحة الاولى وكليك يمين جيب لي مساحة الحتة اللي هي ايه cut out section. اخش في الكالكوليتر واقول له edit bust زائد ايه زائد الجزء ده كمان اللي هو 5 متر و2 من 10، اضيفه هنا edit bust، الكلام ده يديني 9.4 من 10. قلت له edit copy، اخش على شيت الاكسل واللي هي cut out section، اخش في الاريا عندي 5 25 واقول له كليك يمين ولاصق. نلاحظ ان الاريا بيديني على طول بيتغير على اساس الفوليوم والفوليوم كوميوليتيف او التجميع. طب لو جينا بصينا بصة صغيرة على الكلام ده، لو بصينا للدالة يبقى كي 62 زائد كي 63 على 2 في 25، ده معناه ايه؟ احنا قلنا الستيشن مسافة بينها وبين التانية 25 متر، يعني لو فرضنا دي ستيشن والتانية دي ستيشن، يبقى المسافة بينهم او العلاقة بينهم ان المحطة دي او التجميعة دي عبارة عن نص ال 12.5 بتاعت دي وال 12.5 بتاعت دي، يعني نقدر نقول ان الخانة دي زائد الخانة دي زائد الخانة دي على 2 في 25 متر اللي هي المسافة بينهم المتوسط، يبقى المتوسط بتاع الخانتين في 25 متر يدينا الخانة دي. ده بالنسبة للفوليوم. اما لو جمعت الخانة دي زائد اللي قبلها زائد اللي قبلها زائد اللي قبلها يدينا الكوميوليتيف فوليوم او الحجم التجميع. طيب يبقى احنا كده دخلنا على الكات اوت سكشن، نخش على تاني على الرسم، واخش المره دي على الفيل اوت سكشن نفس الكلام، هضغط عليه كده واقول له مساحه هيديني 32.12 من 100، اقول له كوبي واخش على الفيل اوت سكشن حطه في الاريا عند 5 25 وكليك يمين ولاسك، فعلا بيديني حجم على طول. طيب باقي دلوقتي ايه، اخش على cut in section، cut in section نفس الكلام هاخد المساحة واضغط عليها واقول له كليك يمين هيديني 78 متر مكعب، كوبي واخش على شيت الاكسل واقول له فين cut in هنا وكليك يمين و لاحظين دي كام، دي 74، لو قلت له كليك يمين ولاسك بقت 78، يعني فعلا في 4 متر زيادة حصلوا في الحفر عن اخر رفع كنت رفعتها. اخش على fill in section برضه اختار المساحة دي واقول له اختارها لي، كليك يمين يديني 155 كوبي، وارجع لشيت الاكسل تاني اقول له في الانسكشن
ومقداره 155 بيغير لي في الحجم، واظل الكلام ده كله باللون الاصفر عشان اتاكد ان انا خلصته، واخش على السكشن اللي بعده بنفس الطريقه. وبكده يبقى احنا خدنا دوره كامله في تصميم الطرق باستخدام برنامج اللاند، وازاي ان انا اقدر اركب قطاع التصميمي قطاع الرفع على قطاع التصميم، وازاي احصر الكميات بتاعتي، وازاي اقدر اقول للمقاول انت نفذت كام متر مكعب في الحفر وكام متر مكعب في الردم، وبالنسبة للحفر داخل وخارج القطاع او الردم خارج القطاع والحفر خارج القطاع، دول برضو اقدر احاسبه عليهم، او اقدر لنا ممكن اقوله مش حاسبك عليهم لان دي انتاجية غير بناء بالنسبة ليا. وبكده يبقى انا خلصت درس رقم 7 وقربت من برنامج الاكسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.